انت بترن على ايه بس؟ هي دي الليله الواحد ينام فيها؟ ما عشان كده قايم الفجريه تسيبني وتخرج. ما هو السلطان ده ما عندوش نظر ولا دم. في الدنيا عريس يسيب عروسته يوم صباحيتها؟ ايه يا ورد؟ الحاج سلطان ملوش ذنب برضه. هو عايز مصلحته اللي طق يطق. ده راجل افضله علينا. عليك لوحدك يا حبيبي، وكمان بقى انت ما بتشحتش منه. انت بتاكل لقمتك بعرق جبينك. لولا انه لقاك راجل جدع وبيجي من وراك خير ما كانش بقى عليه. ماني عارف يا ورده، انا دلوقتي بقول حاضر وايوه تجل ما يبقى لي كلمه في السوق ونبقى سيد المعلمين بعد كده. تقوم تسيبني نهار صباحيتي؟ طب اللي هيجوا يباركولي نقول لهم ايه دلوقتي؟ قولي لهم لسه نايم وما تفتحيش الباب الا لما ارجع. زي ما ده كلام يا جابر، هنأجزه اسبوع بحاله وليكي عليا، مش هنسيبك الا بعد ما تزهقي مني. اني ازهق منك؟ ده انت روحي، دي جلاوتك عندي بالدنيا كلها. لما ترجع. ايوه. قلبك ابيض يا جميل. اوعى كده، ما تاكلش بعقلي حلاوه. بلا حلاوه بلا جبنه، ما تروق امال يا جميل. لا خدي شيلي لنا دول واعملي لنا دول ناكلهم. ايه دول؟ فراخ. انا بتكلم على دول 500 جنيه الحاج سلطان اداهم لي، اللي انت قلتي عليه ما عندوش دم ولا نظر، قال لي شبرق بيهم عروستك ورده. واداهم لك بنفس ولا زي ما نقطك في الفرح؟ لا بعتهم لي مع عادل. نبي سعادة ده راجل طيب وامير. واشمعنى بقى سعادة؟ ايوه احنا هنغير ولا ايه؟ ما كناش نغير عليك انت يا جميل، هنغير على مين؟ اوعى كده. وماله؟ ناكل الفراخ الاول. مش هنعملوا حاجة. خلاص يا ستي، يعني هنعملوها. بس وحياتك ايه، قشر لنا بصلتين وحط المية على النار عقبال ما نغسلوا الفراخ. قلنا مش هنعملوا حاجة. ما تعمليش فراخ ولا زفت.